اسمي دكتور نبيل فرج، استاذ امراض القلب طب عين شمس. انا عايز اتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع ضعف عضله القلب. والموضوع الاهم هو هل يوجد علاج لضعف عضله القلب ولا لا يوجد. عشان اجاوب على السؤال ده، الاول احب اعرف الناس ان ده موضوع من المواضيع المهمه جدا، اللي هي عدد المرضى بضعف عضله القلب في العالم كله في تزايد، نتيجه لحاجات كتير، نتيجه لتحسن امراض كتير كان ممكن تؤدي لوفاة المريض، بقى يعيش أكتر وممكن يجيله موضوع ضعف عضلة القلب. انتشار بعض أمراض طبعا كانت تؤدي إلى ضعف عضلة القلب. في الحقيقة طبعا هو يوجد علاج، والعلاج بيشمل شقين. الشق الأولاني هو الشق الدوائي اللي بيتوقف على الدكتور والروشتة اللي بيكتبها، والشق الثاني بيتوقف على المريض، وهو إزاي يغير من طريقة حياته، طريقة حياته من ناحية الأكل، من ناحية الرياضة، من ناحية كل حاجة. الشق الأولاني بالنسبة للعلاج، احنا عندنا علاج، والعلاج بيتقدم يوم عن يوم بالنسبة لعلاج ضعف عضلة القلب. والعلاج ده بيتاخد على طول وبتاخد مدى الحياة برضو، عشان ما ينفعش مريض يجي عنده ضعف عضلة القلب والدكتور يكتب له روشتة وبعد كده ياخد الروشتة ولما يبقى كويس بعد شهر شهرين ثلاثة يقوم وقف العلاج ويقول خلاص أنا خفيت. بالعكس، ده لما بيعمل كده الحالة بتسوء وبترجع أسوأ من الأول، ونبدأ علاج من أول وجديد وما بيرجعش زي ما كان عليه قبل كده. فدايما النصيحة لمرضى ضعف عضلة القلب، لما ياخدوا علاج، العلاج ده يبقوا عارفين هم هياخدوه مدى الحياة. طبعا ممكن نعدل في العلاج، ممكن نغير فيه، ممكن نزود جرعات بعض أدوية، وده فعلا اللي بيحصل. ولازم المريض يسمع كلام الدكتور ويبقى مطيع ليه، لأن في الآخر الطبيب هو عايز مصلحة المريض. الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم عليه، غير طبعا الادويه وانواع، ما مش هندخل في انواع ادويه وعلاجات لان في انواع كتير، ودايما الروشته بتاعه علاج مرضى ضعف عضله القلب تبقى روشته فيها ادويه كتير، فبرضه المريض ما يجيش يقول انا باخد ادويه كتير. هو علاج ضعف عضله القلب هو كده، هو لازم ادويه كتير، ما فيش دواء واحد اتعمل عشان نعالج بيه ضعف عضله القلب وخلاص على كده. للاسف هي مجموعه ادويه وكلها بتشتغل مع بعض بطريقه معينه في الاخر تنتهي الى الحفاظ على كفاءة القلب وعدم التدهور الكفاءة. الجزء الثاني طبعا هو بيتوقف تماما على المريض وعلى الأسرة، وهو نظام علاج، نظام الأكل. احنا دايما ننبه المرضى بحاجات معينة، ده زي ما بيقول السموم البيضاء، الملح لازم يبقى ملح خفيف، طبعا الحلويات والحاجات دي، الدهون، حاجات كتير جدا بنقعد ننصح بيها المريض، ساعات يبتسم كأنه مش هيعمل كده، أصلا بحب الحاجات دي مش عارف إيه. والله في الآخر هي صحتك ومصلحتك، لما احنا بنقولك كده احنا مش بنقولك كده عشان انت بس مريض، بالعكس احنا بننصح كل بني آدم انه يلتزم باللي بنسميها هيلثي دايت. هيلثي دايت دي للسليم قبل المريض، بس طبعا المريض أهم انه يلتزم بيها. الحاجة التانية، حاول بقدر الإمكان تلتزم بالرياضة المسموح بيها لحالتك، يعني مش كل ضعف عضلة القلب مرضى ضعف عضلة القلب زي بعضهم، في ناس كفايتهم أقل، في ناس أقل شوية، في ناس أقل بكتير، فكل نوع من الناس دي بيبقى ليها نوع معين من الرياضة لازم يتبعها مع العلاج الدوائي ومع الالتزام بالحياة وهيمشي بيها إزاي. يبقى تاني دايما بنقول إن احنا التزام بالعلاج الدوائي، التزام بطبيعة الحياة اللي هينصحك بيها الطبيب المعالج.